شكات على عددنا ونجيب أغراضنا للبيت. ساري أنا بطلب بسكوتي. ربطة خبز. كنا بالخيمة ما حسينا فيها إلا طفشت. من هذة الخيمة أنا طلعت خيي وأمي طلعت أخوتي. روحي روحي روحي. الساعة 5 برو 10 بعطي حسابي لأهلي أشتري أكل وناكل وأرجع عالشغل بتعشى وبنام. كتر ناسي ما عم يجاني كتر ما بفكر شلون كنا وشلون صرنا. والله كان عندي بيوت ومحلات ومزرعة وسيارة وشون هي شلون الشغل معك؟ حدا حاتيت، حدا سبت، حدا ضربت، طفتي، مرضتي، هي تحاتي. هلا اول فرق كثير، لان اول كنت اعرف ما بعرف مشاعر الانسان، هلا صرت اعرف مشاعر الانسان، لما يكون الواحد متفاجئ صرت اعرف انه متفاجئ، لما يكون معصب صرت اعرف انه معصب. انا اسمي خالد، عمري 11 سنة، انا بلم حديد وبلاستيك من الارض، يعني بفتش بالنفايات، بعدين بس بجمع كثير كثير. بيجب بيعن هوني بيعطيني مصاري، يعني شغلت 10,000.